السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي المشاهدين اهلا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو ايضا سنتناول امتحان النشاط العلمي او الفرض الاول من النشاط النشاط العلمي آه اذا نبدا على بركه الله بالتمرين الاول اكتب اذا اكتب تعريفا للهواء من خلال اتمام الجمل او الجمله التاليه باستعمال الكلمات المناسبه اذا هنايا انا عندي السؤال واضح اكتب تعريفا للهواء من خلال اتمام الجمله اذا عندي الجمله هنايا باستعمال الكلمات المناسبه اذا انا عندي الكلمه المناسبه ثنائي الاكسجين غازات غاز الازوت ثم غازات غازات انتبه معايا اذا يتكون الهواء من عده ماذا واش ثنائي الاكسجين من عدة ثنائي الأكسجين واش خد الكلمة لا ما تجيش من عدة غازات إذا وسأكتب غا غازاتنا يتكون الهواء من عدة غازات ويحتوي تقريبا على إذا عندي ثمانية في ديالاش من غاز ثنائي من غاز الا الازوت من غاز هادو خصهم من, من غاز الا الازوت و وعشرون في من ثنائي أوك أوكسجين من ثنائي الأوك سيجين نعم وواحد في المية يمثل غازات أخ أخرى يمثل غازات أخ اخرى اذا ها هو التعريف نقراه ونشوفه وهل هو سليم ام لا يتكون الهواء من عده غازات اذا الهواء فيه عده غازات ويحتوي تقريبا على 78% من غاز الازوت اذا فيه اكبر نسبه ديال الغازات هو غاز الازوت يمثل 78% و8 و21% واحد وعشرون في المئة من ثنائي الأكسي الأكسجين واحد في المئة يمثل غازات أخرى اللي هي ثنائي أكسيد الكربون ثم غاز بخار الماء إلى غير ذلك نمر الآن إلى التمرين الثاني نمر إلى التمرين التاني لاحظ معي وضعت فاطمة شمعة مشتعلة فوق الطاولة وغطتها بعد ذلك بوعاء زجاجي إذا غطت واحد شمعة مضاء مضاءة أي شمعة مضاء مضاءة يعني تضيء مضاء مضاءة تضيء صافي ماذا فعلت غطتها بوعاء زجاجي يعني هذا الوعاء هذا مشدود من الفوق هذا مشدود من الفوق مغلق يعني فقط مفتوح من الاس الاسفل نعم لاحظ معي اذا قلنا هنايا مغلق ما غادي هنا ما كاين مسدود بحال الكاس مثلا هذا كاس اللي نعتبره كاس مثلا اذا انطلاقا من الصوره الجانبة اجيب أه اقترح اجابات للاسئله التاليه حنا قلنا غادي نغطيوا هاد الشمعه اللي هي مضاءه غنغطيوها بواحد الكاس ماذا حدث للشمعه إذا ماذا حدث للشمعة بعد تغطية بالهواء إذا انطفأت أو بعد نكتبو بعد بعد تغطية الشمعة إن انطفأت هذه الكلمة الأساسية اساسيه انطفى انطفات بعد تغطيه الشمعه انطفات او انطفات الشمعه بعد تغطيتها المهم هو ان الشمعه انطفى انطفات استنتج السبب وراء ذلك اذا السبب هو اللي كاين فيه التفكير آه شنو السبب اللي خلى ان الشمعه تطفى مع العلم ان فقط وضعنا فوق الكاس والكاس يعني نرى فوق طا فوق طاوله يعني هنايا طا فوق طاوله اذا شنو اللي مابقاش عندي انا هنايا كان عندي هنايا مطلق ومابقاش عندي هنايا اذا كان عندي هنايا الها الهواء هنايا مابقاش كيدخل الهواء لان الهواء اللي كان هنايا صافي تحرق يعني احترق الهواء ما بداخل اللي داخل الكاس فانطفات الشمعه اذا السبب وراء انطفاء الشمعه هو هو عدم وجود اوكسجين أوك او هواء نديرو هواء، اوكسجين او هواء، الها الهواء داخل الكأس او الكأس نقدر نقولوا الكاس الكاس حجز دخول حجز دخول الهواء الى الشمعة فانطفى فانطفات اذا كان السبب هو غياب الاكسي غياب الاكسجين او غياب اله الهواء غياب عدم وجود الهواء او غياب الاكسي الاكسجين لان الاكسجين هو الفاعل الاساسي للاحتراق نعم اذا كان هذا التمرين الثالث الثاني نمر الان الى التمرين تاع الثالث نمر الان الى التمرين الثالث حدد الفرق بين التغير الكيميائي والتغ... والفيزيائي من خلال وضع علامه على الجواب الصحيح اذا هنايا غادي نهضروا على التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي التغير الفيزيائي قلنا هو الذي يتغير في الحجم ولا يت... في... في الحجم وفي الشكل ولا يتغير في الماء المادة، والكيميائي يتغير في المادة، نعم، ينتج حدوث التغير الكيميائي يتغير شكل المادة وخواصها، إذن حدوث التغير الكيميائي يتغير شكل المادة وخواصها. هل هو صحيح ام خطا الخواص يعني كتبدل لنا الماده كامله وصحيحة ولا خطا كيتغير لنا الشكل صحيح وعاوتاني كيتغيروا لينا الخواص بحال مثلا قطعه الحديد قلنا تتحول الى صدى هنا تغيرت الخاصيه ديالها من حديد الى صدى اذا هنايا هنا علامه امام هذا الجواب لانه صحيح التغير الفيزيائي تغير غير انعكاسي يعني التغير الفيزيائي تغير غير انعكاسي ما معنى تغير انعكاسي مثلا شدينا هذه الورقه هذه وحرقناها ما غنرجعوش نصيبوا فيها ورقه اخرى صافي اذا هو تغير غير انعكاسي صحيح ان التغير الفيزيائي تغير غير انعكاسي عندنا آه خلال التغير الفيزيائي شو خلال التغير الفيزيائي تتغير الماده شو هنا قلنا غير انعكاسي نقلك تتغير الماده في شكلها وليس في تركيبها، خطأ. إذا هذا خطأ، ما نوضعوش علامة قدام الجواب الصحيح. التمرين الرابع، اذكر نوع التغير في كل حالة. إذا هنا غنقول هل هو تغير فيزيائي أم تغير كيميايي ذوبان الملح في الطعام. إذا مثلا الملح في الطعام ذوبان أه تغير كيمياء كيميايي لأن يعني الملح ما غاديش نرجعو نجمعوها من, من الطعام. تغير. كيميائي ثم عندنا احتراق الخشب واش الا احترق الخشب غنرجعو نجمعوه لا اذا هو تغير كيميائي كيصبح فحم عندنا صداء الحديد هو ايضا تغير كيمياء كيميائي تغير كيمياء كيميائي ذوبان الشمعه دوابان الشمعه هنايا ممكن انا كتذوب وكنرجع نجمعو هذاك ممكن نعدلو بمشين انصهار دوابان الشمعه اذا هو تغير فيزياء فيزيائي عفوا تغير فيزيائي إذن كان هذا هو الامتحان ديال النشاط العلمي أه، نتمنى ان نكون توفقت في الشرح ديالو الله يوفقكم أه، ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل يوم فيديو جديد على الساعه السابعة مساء